12 متر. وصراحة أولا أنا جفيليس البيبليك أجوردي كسوا البيبليك تاع زمول ديالو جديد اللي عندنا الكل صراحة سيلوي كي بلوس اي تو موند يعني بلوس هاد اللعابة ديالنا باش ينتصروا دون لا ديفيكولتي ونهني حتى جوار تاع حلا لابويس اي سون توجور جد سي بارمي لي ميور بيبليك في المغرب ونتمنى ان شاء الله باش النادي يقوم يرجع في اقرب وقت ان شاء الله للمكانه ديالو اللي هي القسم الثاني الاول. بالنسبه للمقابله كانت صعيبه. حنا كنعيشوا واحد الضغط زعما جورناليك سو في لي زونطريمون راه اون لوسون في وسط التيران. انا من قلعوا لنا داك البيت من تبركه البيت جاو عندي شي دو جوار وبقاو يبكيو لان كاين واحد لابريسيون عندنا امبريسيون باسكو ما محلفناش النتائج ما محلفناش. نتمنى من الله باش تكون هاد النتيجه رغم ان دون لا ديفيكولتي جو فيليسيت سيرتو ليكيب نتاع قنيطره اللي كانت ند بالند معنا ان سارتان موغان كان احسن منا في بعض الاحيان كنا احسن. حنا كنا نورمالمون كان خصنا نهزو الريتم الا بغينا ننتصروا على قنيطره اون با سو فيغ. انا كنقول بلي كاين شويه ان بو دو ستريس ولكن المقابله زعما مزيانه فيها كانوا فيها فرص دي دو كوتي. حنا ضيعنا فرص ونا درنا بزاف اخطاء فسيرتو اون بروميير ميتون بوكو دو موفيس باس وهذا الشيء اللي كيخلينا شاك فوا نديرو دي زيرور وكنخليو ليكيب يعني توجور. انا كنقول لها اللعابه ديالي كنقول سي اون في با ديغور ما غاديش نبقى عليه يعني رجع اول عدو ديالنا اول ادفيسير ديالنا هو حنا نو ميم. كتشوفوا في الشامبيونا حتى هذا النهار في البرومي بيت كانت الكره عندنا الموفيس باس كونتر اتاك بيت. دونك حنا خصنا نخدمو سيرتو ايفيتي هاد لي ديشي خصنا نقصو هاد لي ديشي. ولكن سي ان ماتش يعني تري اوفر ماتش كوم سا كوم دي ماتش دو شامبيون دو كوب ماتش دو كوب ما كاينش لا ديفيرونس ما بين لي نيفو. كنترا عندها دي جوار اللي لعبو ديجا اون بروميير ديفيزيون دي جوار كي سان كي اون دو ليكسبيريونس المولودية حنا عارفين شنو عندنا. دونك انا جو فيليس مي جوار وزعما سانسيرمون شوي تري كونتون شنو دار هاد النهار لو بوبليك ديالنا كنهنيه ونتمنى من الله باش يزيد يساندنا ويصبر معنا ان شاء الله. نتمنى من الله باش هاد النتيجة واخا دون لا ديفيكولتي يعني 90 دقيقة وزيد الأشواط الإضافية ولا بينالتي نظن بأن ضرور شفنا بأن اللعبة هي لا بيرسوناليتي يلا بس ما يجي حنا نتمنى ان شاء الله باش يعني يكون هذا بحال ان ديبي نرجعوا نرجعنا ديك العين هذيك لي بوان نيجاتيف اللي كان يصرا ما قلناش وان شاء الله هذه نقدروا نستثمروا فيها ان شاء الله باش نزيدوا ناخذوا سيرتو اون شامبيون باسكو لا كوب انا كنت بصراحه في الاول كنا هضرنا على المسيرين وكنا قلنا الا كنا غنلعبوا الشامبيون ديريكتومون ابري لا كوب ولا انا ابري 3 جور كنا غادي نخليو لا كوب نهار اللي سوا لان حنا بلوز امبورتون بور نو هو الشامبيون باش نصوغيو هاد السيمانه. ولكن بويسكو كاين ماتش في السيمانه قلنا خو كوبا نلعبو هاد لي ماتش اون ميم طون راكو شتو دخلنا من دي جون واخا في الاول اكرم تبليسا نتمنى من الله نكون بخير لان باسكو وقتاش يشوف الوقت هو يفلو. دخلنا عاوتاني كموا ان جون حتى هو ماشيش ليلا كان مزيان ولكن اون فولي اونكور بلوس حنا كنا بغينا نربح هذا الماتش سيرتان مون ساي كنا نفكروا باش نربح هذا الماتش كما قلت انت هو ان خسرتو باش نستمروا في هذه النتيجه ان شاء الله. في سكات كنا كانت نتيجه سلبيه كنا غادي نحاسبوا نحن لان حنا الجمهور ديالنا كان هضرنا بريزون ونوزا بوسي لو ماكسيموم وكنهنيهم زعما جو لو فيليسيتو نطلقوا فيه الدين باش نقول لهم دير ساندنا بهذه الطريقه وان شاء الله نتمنى من الله باش غادي نحن يعني عنده مشاكل التاريخ يعوض ما فاتوا في البطوله في كاس العرش. كنظن انها كانت مقابله في مستوى كتليق بالفريقين في التاريخ ديالهم
قدمنا مقابلة المستوى مع شخصية رادع اللاعبين، قدموا مقابلة كبيرة. كنا كنحاولوا أننا نهم المقابلة في وقت اليوم. أعتقد ولكن الحمد لله نرجع تعالى في المقابلة المرة النادي القنيطري مرة النادي الوجدية، وبالأخير استقرت في النادي الوجدية. هذه المسابة كان يقول في ستاسيون بون كونتينياسيون، وكان بغي نعني اللعابة على المستوى اللي قدموا، وحنا عندنا الهدف ديالنا هذا الموسم هو نحقق الصعود للقسم الاحترافي الثاني. دونك مقابلة كتبقى يعني قدمنا فيها احسن صوره على 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 النادي القنيطري، وشرفنا القسم الوطني هوات، وكان بغي نبعث رساله للاعبين اننا نركزوا نشتغلوا دائما كما كنشتغلوا منذ الاشراف ديالي على الاداره التقنيه ديال النادي القنيطري بجديه بتركيز، ونحاولوا اننا نفكروا في المقابلات ديال البطوله. دونك ما بقاش عندنا الذهن ديالنا مشتت ما بين البطوله والكاس. دابا غادي نركزوا على البطوله ان شاء الله. كنوعدوا الجماهير ديالنا هي الحلاله اللي كتحب حجات الملعب الشرفي بجدة، واللي دائما كتسالونا، كنوعدهم اننا ان شاء الله نفرحهم في اخر الموسم ونقدموا احسن ما كاين. ندمج بعض اللاعبين اللي كانوا بداو في المغامره ديال كاس العرش اللي انتهت اليوم. وكنا ما بديتش يعني بالتشكيل الرسمي، يعني سته لاعبين ولا عظميين ما اعتمدتش عليهم، ولكن النادي القنيطري من حضر عندي الثقه في جميع اللاعبين وشاف الجميع، لا الفريق الاول ولا الفريق الثاني قدم مستوى جيد. حاولنا اننا نحموا اللاعبين الاساسيين اللي كنعتمدوا عليهم في البطولات في الشوط الثاني، ونحاول المقابلة بطريقنا، ولكن ما تكفينا هذا. كما قلنا كرة القدم هي هذيك المعجلات تفرج حتى المولودية الوجدية، وكنتمنى ان هذا الفوز بالكأس يكون عنده واحد الواقع ايجابي على جميع المكونات ديال المولودية، ونحاولوا انهم يخرجوا من الوضعية اللي هما فيها. ان شاء الله تعطيهم ثقة وحافز كبير باش يحاول انهم يخرجوا من يعيشوا فيها. شكرا حسن. الحدث الإفريقي معكم من قلب الحدث.